من بعيد أصبح مبنى مستشفى السلطان قابوس الجديد يتراءى بولاية صلالة بعد إنجاز ما نسبته 98% من الأعمال الهيكلية للمشروع. نسبة المشروع في الفترة الحالية هي 59%، أما مما يرتبط بالأعمال الهيكلية فهي تصل إلى 98%. في الفترة الحالية سوف نبدأ بالأعمال الميكانيكية والكهربائية في المشروع، وبإذن الله تعالى هذا المشروع يرى النور حسب المتوقع بإذن الله تعالى. وفي تفاصيل المشروع، فإن مستشفى السلطان قابوس الجديد يتألف من 6 طوابق وبسعة 700 سرير، ويتكون من أجنحة لكافة التخصصات الطبية. بإذن الله تعالى نتوقع أن يتم الانتهاء من المستشفى في عام في نهاية 2024 أو في الربع الأول من 25 بإذن الله تعالى. وإلى الشمال من محافظة ظفار يعلو بناء مستشفى المزيونة تدريجيا، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية للمشروع 25%. في الفترة الحالية نقوم بالصب الأسس الخرسانية، وأيضا تم صب المبنى الرئيسي، وهناك يعني وتيرة متسارعة بإذن الله تعالى لأن يتم إنجاز هذا المشروع بأسرع ما يمكن. وتأتي أهمية مستشفى المزيونة في خدمته لنطاق جغرافي واسع يمتد للولايات والنيابات الواقعة في محيط ولاية المزيونة، وسيقدم المستشفى خدماته الطبية من خلال 10 عيادات خارجية، ومن المؤمل انتهاء أعمال تشييده بنهاية العام 2024.